الحديث حول ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44 مليار دولار والنتائج المتوقعة لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. هناك حالة من الاحتفاء داخل مصر، احتفاء حكومي بتجاوز الاحتياطي النقدي 44 مليار دولار لأول مرة. بعض الصحف وصفت ذلك بأنه قفزة تاريخية للاحتياطي النقدي المصري، كيف تقيم ذلك؟ يعني أنا بداية أتمنى أن هو يكون 100 مليار دولار، يعني مش 44 مليار، وأتمنى أن يكون أرقام زي دول كثيرة حوالينا يعني. لكن تعالى يعني نشوف بس هو الاحتياطي ده عبارة عن إيه، عشان يعني السادة المشاهدين أسهل لهم الدنيا دي شوية. الاحتياطي ده في أي دولة يعتبر أهم رقم في اقتصاد أي دولة. ليه؟ الاحتياطي النقد الأجنبي ده أنت بتعمل بيه ثلاث حاجات مهمة جدا. أولا بتسدد بيه الديون الخارجية، تاني حاجة أنك أنت بتمول بيه التجارة الخارجية لوارداتك، ثالث حاجة أنك أنت تدافع بيه عن العملة الوطنية مقابل الدولار، وبالتالي ده مؤشر مهم جدا في مسألة الارتفاع أو الانخفاض. طيب تعال نشوف حقيقة الاحتياطي اللي هي معجزة الاحتياطي ما بين قوسين، هو رقم 44 مليار، كويس؟ طيب خد منه 19 مليار أو 18 مليار دولار ودايع، ودايع يعني قروض سائلة ناس حطها كده سلف عندك هتاخدها تاني. 19 مليار دولار ودائع. كويس بالظبط 18 ودائع. خد منها تاني 21 مليار دولار أموال سخنة اللي هي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة اللي ممكن تطلع في أي وقت، اللي هي استثمارات في الديون. كده كام؟ 39 مليار دولار من احتياطي 44 مليار. وبالتالي اللي أنت قاعد عندك الحقيقي كام؟ 5. طيب نشوف تاني الاحتياطي ده تكون من ازاي؟ انا كنت اتمنى ان الاحتياطي ده يكون متكون من موارد ذاتيه، بمعنى من السياحه، يعني فلوسك انت، كويس؟ من السياحه، من الصادرات، من الاستثمارات الاجنبي. ولكن تعال شوف مصر اقترضت في اخر سنتين كام؟ 35 مليار دولار. الاحتياطي زاد كام؟ 30 مليار دولار. وبالتالي كل ما تم في الاحتياطي هو من قروض. هسهل الدنيا بس ببساطة، حضرتك قبل ما تدخل الهواء استلفت من كذا زمايلك كده حوالي 1000 جنيه وحطيتها في جيبك، لما تيجي تدخل الهواء أقول لك أستاذ سالم أنت معاك كام في جيبك؟ تقول لي أنا معايا 1000 جنيه. بالظبط ده زي الاحتياطي، هو فلوس مملوكة للغير، قروض مملوكة للغير، وبالتالي يعني الاحتفاء بها مش حاجة يعني لا تعبر عن حقيقة، بل هو نوع أقرب ما تكون طيب للخداع. نرحب بضيفنا من القاهرة دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا دكتور هشام. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع ما ذكره أستاذ مصطفى عبد السلام إن هذا الاحتياطي غير حقيقي، 44 مليار دولار أغلبها قروض مملوكة للغير، وهناك ودائع واستثمارات للأجانب في أذون الخزانة؟ مساء الخير. في البداية تحياتي لحضرتك والصديق العزيز الأستاذ مصطفى عبد السلام. متفق مع جزء كبير مما ذكره الأستاذ مصطفى، لكن مسألة إنه الاحتياطي هو قروض، لا هو ما فيش قروض في الاحتياطي، هو الاحتياطي مقسم زي ما أشار الأستاذ مصطفى إنه في جزء منه بالفعل ودائع، والودائع دي مستحقه لعدد من الدول الخليجيه على وجه التحديد، وعشان كده منذ ايام معدوده السيد محافظ البنك المركزي اشار الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على تجديد وديعه بقيمه 4 مليار دولار. الجزء الحقيقي هو جزء الودائع اللي موجود، وده مش قروض، هو ودائع مودع طرف البنك المركزي وبالتوافق مع الدول العربيه الشقيقه بيتم تجديده. الجزء الثاني ما يتعلق بالاموال الساخنه، هو الحقيقه ما فيش اتفاق على هذه التسميه انه رقم 21 مليار دولار المستثمره في اذون الخزانه، ما فيش توافق على انها اموال ساخنه، لان هي بتنتظر الحين وصلنا لاجل استحقاق الاذون وبيتم استعادتها في الغالب. لكن هو مهم انه يكون كل ما بيتزايد رقم فتره احتياطي من النقد الاجنبي اللي وصل ل 44 مليار، مهم انه يكون في هنش امان، بمعنى انه لو لدينا اموال مستثمره في اذون الخزانه. لكن في الوقت يا دكتور هشام، في الوقت الذي ارتفع فيه في الاحتياطي، وبالتالي في حال اذا رأت هذه الاستثمارات في الخروج يمكن لها ان تخرج، خاصه احنا
بالفعل قبل فوضى يناير هذا الرقم كان في حدود 10 مليارات دولار، وخرجوا بالفعل بعد فوضى يناير. لكن في الوقت يا دكتور هشام الذي وصل فيه الاحتياطي كما تقول الى 44 مليار دولار، الديون الخارجيه على مصر وصلت الى 83 مليار دولار، يعني تقريبا تضاعفت خلال الخمس سنوات الماضيه 100%. يعني تقريبا في 30/6/2013 كانت الديون الخارجيه حوالي 42 مليار دولار، وصلت الان الى 83 مليار دولار. ما الذي يعني ذلك؟ هو لو بتكلم على الرقم بالنقد الاجنبي اللي هو ال 83 مليار، اتصور رقم مش مبدع قوي لسبب بسيط، لانه كان لدينا بقت خط 50 مليار دولار سنه 90 قبل ما ندخل ببرنامج صندوق النقد ونادي باريس، وفي ذلك الوقت كان الناتج المحلي لا يتخطى الواحد تريليون جنيه، في حين انه الناتج المحلي حاليا بنتكلم على 4.3 تريليون، والقروض الخارجيه بنتكلم على 83 مليار دولار. هو المبدع في الامر انه سعر الصرف تحديدا لما بتكلم على ال 86 مليار قبل قرار تحييز الصرف كنت تحميله على الاقساط كنت بقدر فيه 8 جنيه، دلوقتي انا بقدر فيه 17 جنيه و60، وبالتالي نسبه الدين الخارجي للناس المحلي هي اللي بقت كبيره، بتتكلم على رقم يقترب من نسبه ال 40%. طيب ارجو تبقى معايا دكتور هشام، سأعود اليك بالطبع بفعل تحليل سعر الصرف، لكن دعنا نتابع هذا الفيديو وهذه التصريحات لوزير الماليه المصري ثم نعود لاستكمال النقاش. مرات بعض الناس بتتكلم في انه والله الاحتياطي ده جاي ان احنا جايبين مديونيات والكلام ده كله، انا بس بذكر الناس لانه ساعات الذاكره بتبقى قصيره الاجل بعض الشيء، احنا في نوفمبر 2016 ما كناش يعني ما كانش عندنا اي استثمارات من خارجيه سواء في سندات او في اذون خزانه جايه من بره، بغض النظر عن الاسعار الفايده عليها او غيره، لان الناس ساعات بتتصور ان هذه الارقام بتيجي في جميع الاحوال، لا الناس ما بتجيبش وما بتستثمرش في دوله الا لما يكون في اصلاحات اقتصاديه سليمه وبنبقى محطوطين على المسار السليم، فبالتالي لو كنا بناخد هذه الفلوس وبنستخدمها علشان ندافع عن الجنيه المصري زي ما عملنا قبل كده ما بين 2011 ل 2016 واستهلكنا الاحتياطي اللي كان عندنا، وده الحقيقه اذانا بشكل كبير، لكن المره دي الموارد جايه بشكل كويس والبنك المركزي السياسه وسياسه الدوله ان احنا مش بنستخدم الموارد اللي موجوده عندنا والاحتياطي اللي موجود عندنا علشان ندعم بيه الجنيه المصري وبالتالي نغمي عينينا عن صحيح موقف الاقتصاد واداء اداء الاقتصاد جيد، الموارد جيده، الاستخدامات برضو جيده. اذا كانت هذه تصريحات العمر الجارح وزير الماليه المصري. استاذ مصطفى عبد السلام، الرجل يقول ان مصر الان في وضع اقتصادي افضل مقارنه بالسنوات السابقه، وهناك تحسن في العديد من المؤشرات التي تدل على ازدهار النشاط الاقتصادي ولا سيما نشاط القطاع الخاص. ما ردك على ذلك؟ وايضا كان لديك تعليق على ما ذكره دكتور هشام ابراهيم القاهره، تفضل. طيب يعني مساله يعني الخلاف ما بين ان دي الودائع دول خليجيه او قروض، هي في النهايه اموال مستحقه عليك، وبالتالي سواء سميناها بالعرف الاقتصادي ودائع مسانده قروض مسانده، هي في النهايه حضرتك تتحدث عن 19 مليار دولار 19 زائد طبعا كل التعريفات ان الاستثمارات في اذون الخزانه هي اموال ساخنه، في كل دول العالم بتعرف كده، وممكن تنسحب في اي لحظه في حاله لا قدر الله حصول خطر في اي دوله حصلت بعد حتى نقرب الصوره للمشاهد، الاموال الساخنه معناها انها ليست اموال حقيقيه من يعني حق المستثمر ان يسحبها في اي وقت. حلو، دي اموال في مستثمره في ادوات الدين الحكوميه، انك انت في حاله حدوث اي خطر زي بالظبط ما حصل في ثوره 25 يناير اتسحب منك حوالي بعد الثوره مباشره 16 مليار دولار. طيب نرجع لمساله تحسن المؤشرات الاقتصاديه، كويس انت خفضت الجنيه بشكل مرعب، مسألة التعويم من الطبيعي انك انت ان الناس تزود التحويلات الخارجية، لان في النهاية في عائد كويس جدا على الجنيه. مسألة الاستثمارات اللي جت البلد بعد تحرير سعر الجنيه، خلينا بس ما نخدعش نفسنا، الاستثمارات دي معظمها في ايه؟ أذون الخزانة زي ما قلت اموال ساخنة اللي هي 21 مليار باعتراف وزير المالية، الاستثمار في العقار. طيب انا سؤال، هل جه استثمارات في قطاع زي الصناعة على سبيل المثال؟ ده سؤال. هل جه في قطاع زي الزراعة، في القطاعات الإنتاجية، في يعني الاستثمارات بتاعتنا أموال ساخنة
قطاع عقاري واستثمارات ضخمة جدا في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز. لا، أنا محتاج استثمارات مباشرة في قطاعات إنتاجية توفر فرص عمل، تحد من البطالة، تزود الصادرات. طيب مسألة السياحة، لو احنا شفنا احنا دلوقتي بنتكلم في تراجع في السياحة حوالي 60% مقارنة بعام زي 2010. الصادرات بتاعتنا حاليا أقل من أيام ما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2008. وبالتالي المؤشرات بدأت تتحسن كمؤشرات، لكن لم تعد إلى ما كانت عليه في 2011. لكن هناك من يقول يا أستاذ مصطفى أن من ضمن إيجابيات زيادة الاحتياطي هناك استقرار في سعر صرف العملة الأجنبية، هناك زيادة في القدرة على تلبية احتياجات المستوردين في السوق المصرية، وده لا أحد ينكرها، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة والإبقاء عليه فترة كبيرة كويس، وده مطلوب أنك أنت الحكومة تحول موارد الاحتياطي من قروض طيب. إلى موارد ذاتية عشان التصنيف يكون حقيقي، عشان الدعم يكون حقيقي، عشان استقرار السعر الصرف طيب. يكون حقيقي. لكن السؤال يا دكتور هشام، لماذا لم ينعكس هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي كما يقول بعض الناس على حياة الناس المعيشية؟ يعني الناس في مصر حينما يسمعون أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 44 مليار دولار، هناك البعض يتساءل لماذا لم ينعكس ذلك على الأسعار، على أسعار السلع، على تحسين أوضاع الناس في كل المناحي الحياتية؟ لا، هو ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي مش مفترض أنه بينعكس على الأسعار أو بينعكس على مستوى معيشة المواطنين. هو ارتفاع صافي الاحتياطي مفترض أنه بيأمن الوضع الاقتصادي في حال لو تطلب الأمر ضخ مزيد من النقد الأجنبي في شيء الاقتصاد من جانب البنك المركزي، لو احتاجت الدولة استيراد سكن قمح أو مشتقات بترولية أو غيره. وبالتالي هو الاحتياطي ده مش المفترض البنك المركزي بيوزن بيه الأسعار أو بيخفض بيه الأسعار، لأنها مش دوره. هو دوره مؤكد انه بيستهدف التضخم، بيستهدف استقرار الاسعار، لكن هو لا يتدخل بشكل مباشر في تخفيض الاسعار. فمساله انه الاحتياطي بيرتفع مفترض انه ينعكس على مستوى المعيشه، لا، ما بينعكس على مستوى المعيشه، لانه ده امر بيخص البنك المركزي، في حين انه مساله ضبط الاسعار والتوجهات الدوله ده مفترض انه امر. طب يا دكتور هشام، هناك بعثة لصندوق النقد ستحضر الى مصر لمراجعه برنامج الاصلاح الاقتصادي، ماذا ينتظر الشعب المصري بعد زيارة هذه البعثة؟ هل هنالك تقليل آخر في الدعم، غلاء آخر في أسعار الوقود وربما الضرائب وغيرها؟ لن يكون هناك أمر جديد أو مفاجأة في انتظار الجميع، لأنه الأمر معلوم من البداية. برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو برنامج حكومي خالص، مطلوب خطواته في تحريك الاسعار المشتقات البتروليه، في تحريك اسعار الكهرباء في خطه خمسيه لمده 5 سنوات. وبالتالي احنا كلنا منتظرين هذه الخطوات بصرف النظر عن املاءات سوف تفرض من جانب اللجنه. لكن اللي بيحدث حاليا انه مفترض اللجنه بتراجع مؤشرات، كما يتعلق بمؤشرات التضخم اللي بالفعل هي انخفضت بشده من مستويات قرابه ال 35 30%، احنا النهارده بنتكلم في حدود 13%. اذا معنى كلام حضرتك ان خلال الفتره المقبله نحن مقبلون في مصر على زيادات جديده في اسعار الوقود والكهرباء. طيب، وارد انه ده بالفعل يؤدي لارتفاع نسبي في معدل التضخم مره اخرى، لكن خلينا نشير لحسابات البنك المركزي، هو في تقديراته ان معدل التضخم هيبقى في حدود 13% خلال الفتره المتبقيه من العام. طيب، صعودا او هبوطا في نسبه 10%. سعود ليك دكتور هشام، يعني بنتكلم ما بين 11 و15%، ده المعدل هيبقى مقبول، واتصور انه لن نبتعد كثيرا عن هذه المستويات للتضخم. الامر الثاني اللي بتراجعه بعثه الصندوق هو مؤكد ما يتعلق بعجز الموازنه العامه، والامر الثالث هو نسبه الدين للناتج المحلي. سعود ليه؟ اللجنه بتنظر في هذا الامر. استاذ مصطفى عبد السلام، الامور مؤكد انه اللجنه هتبص عليها جنبا الى جنب مع اتخذته الحكومه من خطوات جاري تفعيلها على ارض الواقع وعلى وجه تحديدا برنامج. وضحت هذه الفكره دكتور هشام. استاذ مصطفى، يعني قرات لك اليوم مقال تقول هل تفعل الحكومه المصريه وتقول كفى للصندوق، كفى املاءات، كفى شروط، كفى ضغوط، هل تستطيع الحكومه ان تفعل ذلك؟ هي وقعت اتفاق مع الصندوق للحصول على 12 مليار دولار، هل تستطيع اليوم ان تقول الحكومه المصريه للصندوق كفى؟ والله لو هي عايزه كده، لان انا حتى في نهايه المقال قلت ان يعني
6 مليار خدناها من الصندوق. بص بهدلت الناس، يعني اسعار ارتفعت في اسعار، ارتفعت في اسعار الوقود ضرائب والحاجات دي، وبالتالي الستة الثانيه اللي احنا ما ناخدها هيبهدلوا الناس اكتر طبعا، لان استشهدت بكده ان قلت لو قطاع زي السياحة كان بيجيب لنا أكتر من 12 مليار دولار لو نشط في سنة هيجيب لنا فلوس الصندوق، وبالتالي مش محتاجين كل هذه الإملاءات والضغوط والذل اللي بيعمله صندوق نقد في الشعب المصري. شوف البعثة جاية المرة دي وللأسف يعني جاية بشرطين، مش قصة إن هي تحسن في المؤشرات الاقتصادية، جاية عشان تتكلم في تحرير أسعار الوقود تحرير كامل، يعني أنك أنت زي ما بيتباع في أي دولة في العالم اشتري البنزين سولار والقصة دي كلها. يعني نتوقع ده في الشهور المقبلة؟ لا مش في الشهور المقبلة، هو طبقا للاتفاق مع الصندوق هينفذ في 19-20 يعني يوليو 2019، لكن الحكومة بتحاول تعجل حتى في زيادة أسعار الوقود، إن هي بدل ما تكون 1.7 إن بيتكلموا دلوقتي داخل البرلمان في 15.5، وبالتالي إحنا كنا متوقعين زيادة في أسعار الوقود في بنزين وسولر وغاز في 1.7، لا ممكن تعجل قبل كده. أنا ليه بس ملاحظتين سرعة بس كده باختصار، في اختصار، إذا كنا بنتحدث عن قفزة في الاحتياطي ومعجزة في الاحتياطي، لماذا لم يتراجع سعر الدولار في مصر؟ احنا عندنا ما شاء الله احتياطي كبير، المفروض ينعكس على طول على احتياطي على الدولار، الدولار ينزل. في الموازنة العامة للدولار، الدولار هيرتفع جنيه وربع، دي نقطة. احنا بنتكلم في معدل التضخم انهار، كويس؟ كنا 35 بقينا مش عارف 17 13، طيب أي حد يلمس في انخفاض في الأسعار حاليا ولا لا؟ يعني ده الجمهور وبالتالي طيب احنا عندنا بمناسبة الحديث عن الجمهور اقتصادية لا تنعكس على الناس. نناوي مشاهدينا نفتح الاتصالات لحضراتكم من خلال ارقام الهاتف التي تظهر تباعا على شاشه الجزيره مباشر. وبينما تزداد شكاوى المواطن المصري من زياده الاعباء المعيشيه في ظل ارتفاع غير مسبوق للاسعار، اعلن الدكتور عمرو الجرحي وزير الماليه أن الإيرادات الضريبية بلغت 60 مليار جنيه خلال إبريل الماضي، مؤكدا أن مصر الآن في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. نتابع. إبريل شهر مهم لأنه بيبقى فيه الإقرارات الضريبية للشركات، شركات الأموال والشركات المساهمة، فبيبقى الرقم اللي احنا كنا متوقعينه الشهر ده أن هو يصل إلى 60 مليار جنيه، فاحنا الحمد لله واصلين لهذا الرقم، فبالتالي يعني ده حصلت إبريل بس. ده حصيلة ابريل بس بالظبط كده. ده غير حصيلة مارس بقى من الافراد والممولين. ده مارس لان دي كانت اقرارات الافراد وابريل الشركات طبعا. مزبوط. يعني في الموارد الاخرى، يعني في القيمة المضافة والاقرارات الدخل بالنسبة للشركات، وده اللي جايب هذه المبالغ، زائد برضو الموارد السيادية لما بنتكلم على ضرائب على اذون الخزانة او ضرائب قيام منقولة او بعض البنود الاخرى، فكل الحصيلة اللي في شهر ابريل ان شاء الله هتكون في حدود تتخطى 60 مليار ان شاء الله. 60 مليار يعني بنتكلم في حوالي 3.5 4 مليار دولار. لو عايز تحسبها بالدولار ده بقى موضوع تاني يعني. عودة ليك دكتور هشام إبراهيم، بمناسبة حديث وزير المالية المصري عن زيادة الضرائب أو عن الإيرادات الضريبية، هناك من المتوقع أن الحكومة خلال العام الحالي في موازنة عام 2018-2019 تستهدف زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 23%. من أين ستأتي الحكومة بهذه الحصيلة الجديدة 23% زيادة جديدة في الضرائب؟ هو الارقام المتوقعه للحصيله الضريبيه خلال موازنه العام المالي 17-18 انها هتكون في حدود 660 مليار جنيه. الارقام المقدره في موازنه 18-19 مفترض هتكون 770 مليار جنيه، هي كلها زيادات طبيعيه، سواء كان في ضريبه الدخل او ضريبه القيمه المضافه اللي ايضا هيبقى فيها زياده، وحصيله الجمارك. ليس هناك اي ارتفاع في نسب الضرائب، لكن هو تقديرات الحكومه على توسعه القاعده الضريبيه، على انه يكون الربط اقصد الدقه على الممولين، وانه يكون في برنامج تسوية المنازعات الضريبية، وفي ضوء ده الحكومة قدرت انه الإيرادات يعني معنى كلام حضرتك انه لا توجد فرض ضرائب جديدة، مجرد الضغط على الموردين سيوفر نسبة 23% حصيلة ضريبية دون فرض ضرائب جديدة برأيك؟
خلينا نؤكد على انه ما فيش ارتفاع في الضرائب الا بموجب قانون، وده بيصدر في المجلس النواب ومؤكد انه بينشر في الجريده الرسميه وبيكون المجتمع ككل على علم. فما فيش هناك خلال العام القادم 18 19 اي اقرار او اي توافق. لكن على ما الذي يمنع ان الحكومه تقر قانون بضرائب؟ يعني مجلس النواب موجود و هتكون زياده بحكم زياده النشاط الاقتصادي، ارتفاع معدل النمو، ارتفاع الارباح بتاعه الشركات، زياده الاستهلاك، وبالتالي ده هيؤدي لزياده القيمه ضريبه القيمه المضافه وما الى ذلك. استاذ مصطفى، بالنسبه الإيرادات الضرائب في الموازنة الجديدة، دكتور هشام استبعد أن تقوم الحكومة برفع نسبة الضرائب أو إقرار قوانين جديدة بضرائب جديدة على مواطنين في مصر، لكن نسبة 23% من أين الحكومة أن تأتي بها؟ هل بالفعل يمكن أن تضغط على كبار الموردين حتى تحصل هذه النسبة؟ طيب أنت لو ترجمت 23% عشان نقرب، أنت الحكومة بتستهدف زيادة الضرائب بقيمة 146 مليار، يعني انت من 624 ل 770 مليار جنيه، وبالتالي هتجمع بشكل اضافي 146 مليار. طيب تعالى لو احنا بصينا في الموازنه العامه الجديده، احنا بنتكلم في ارقام حكوميه، كويس؟ الحكومه او وزاره الماليه حاطه بنود في زيادات ضريبيه في العام المالي الجديد. هضرب لك مثال، ضرائب السجاير والتبغ على سبيل المثال هتزيد 7 مليار جنيه، وبالتالي في زيادة في الضرائب التبغ والسجاير في العام المالي الجديد 7 مليار، الحكومة تستهدف زيادتها في حدود 54 مليار، دي حاجة. معنى ذلك سيكون هناك زيادة في أسعار السجاير. زيادة في أسعار السجاير والتبغ. تاني حاجة، أنت في مشروع قانون لفرض ضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المحلات التجارية، القصة دي كلها. تالت حاجة، انت هتزود قيمه المستهدف من ضريبه القيمه المضافه بحوالي 65 مليار جنيه. رابع حاجه، انك انت في حاليا دلوقتي عارف العربيات الفول والطعميه والبطاطا والحاجات دي هيتم فرض رسوم عليها في الشوارع في حدود 10,000 جنيه، وبالتالي 20,000 جنيه تم اقرار القانون الا 10,000 جنيه، وبالتالي لا انت عندك في زيادات في الضرائب في العام المالي الجديد، لانك انت هتجمع 146 بما يعادل حوالي 70% من ايرادات الضرائب. النقطه يعني انا بغض النظر عن كل ده بتكلم على حكومه بتعتمد في ايراداتها على جيوب المواطنين. يعني انت في النهايه بتمول ايرادات الدوله، بتمول كل مشروعاتك، بتسدد ضرائبك من جيوب المواطنين. طيب يا اخي ما تشتغل شويه، تشتغل على قطاعات انتاجيه، ما تنمي السياحه، ما تنمي الصادرات، ما تنمي الاستثمارات المباشره، ما تعمل مشروعات، ما تعمل، وبالتالي انك انت كل ما انعشت الاقتصاد، كل ما عملت مشروعات جديده هتسدد ضرائب، كل ما ده زود الحصيله الضريبيه بشكل مباشر. يعني انت بمعنى انك انت واحد عمل مصنع، انك انت عملت استثمار جديده، في اجنبي جاي يعمل مشروع بمليار بيدفع ضرائب، وبالتالي انت بدل ما تبعد عن يعني بدل ما تركز على جيب الموظفين صغار الموظفين وانك انت تقتطع ضريبه الدخل من المنبع، لا انت حرك النشاط الاقتصادي، وبالتالي كل ما تحرك النشاط الاقتصادي كل ما تزيد ايرادات الدوله من الضرائب. ما ردك على ذلك دكتور هشام؟ الأساس هو تحريك النشاط الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد بشكل كامل على المواطن من خلال زيادة الضرائب على المواطن، من خلال رفع الدعم، زيادة الأسعار. ما رأيك دكتور هشام؟ خلينا الحقيقه نتفق على عامل ونختلف على عامل مع استاذ مصطفى. نتفق على انه ال 770 مليار اللي هي الحصيله الضريبيه المتوقعه 18 19 بالمقارنه مع اجمالي ايرادات الموازنه العامه اللي هي 989، بنتكلم على نسبه في حدود 77%، نسبه مرتفعه للغايه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان المتبقي في الايرادات 218 مليار، لو استبعدنا منهم ايرادات قناه السويس 45 مليار، يبقى تقريبا الاقتصاد المصري بكل مؤسساته ما بيديش حاجه. لكن الامر اللي هختلف فيه مع الاستاذ
الاستاذ مصطفى هو انه الحصيله التدريبيه ل 770 مليار على الرغم انه كل الاشاره الى انها رقم كبير للغايه، بالمناسبه الرقم ده منخفض للغايه بالمقارنه مع كل دول العالم، لانه نسبه الحصيله التدريبيه للناتج المحلي اللي هي عندنا في مصر في حدود 14.8، المتوسط في العالم كله بنتكلم ما بين 20 و25%، ومفترض انه هذه النسبه تزيد عندنا على الاقل 0.5% كل سنه علشان نقدر نحقق مستويات عالميه او نقترب من المستوى العالمي. فصحيح انه الحصيله الضريبيه البعض بيشير لانها كبيره وبالتالي الدوله بتعتمد على جيوب المواطنين، كما اشرنا انه الحصيله الضريبيه بالمقارنه مع العالم كله منخفضه للغايه، لكن كمان للاسف الشديد انه كل الدوله كل مؤسسات الدوله قدرتها على توليد موارد ذاتيه ضعيفه للغايه. طيب استاذ مصطفى عبد السلام في تعليق اخير، يعني ساترك فرصه للتعليق على دكتور هشام، لكن وزير الماليه ايضا من ضمن مقاله اننا نستهدف رفع معدلات النمو الى 7% خلال الشهور وربما العام المالي القادم، هل هذا منطقي في ظل الاوضاع الاقتصاديه الحاليه؟ يعني منطقي، يعني اعمل النمو 10%، انا لو لم ينعكس على المواطن العادي ماليش لازمه، يشوف في معدلات في الصين 10 و12% وهكذا، انا يهمني في النهايه ان معدل النمو ده عشان نبسط الموضوع يخلق وظائف للناس، ده على عيني وعلى راسي. يعمل مشروعات جديدة يزود الإنتاج يزود الصادرات، ده على عيني وعلى راسي، لكن معدل نمو عن طريق أنك أنت تجذب استثمارات في قطاع العقارات والقطاعات الرعية والأدوات الدين والقصة دي كلها أنا ما يهمنيش، أنا يهمني أن ده يخلق فرص عمل. طيب مسألة التعليق السريع بس على الدكتور هشام طبعا وأنا بحترم رأيه، هو بيقول أن مصر منخفضة عن المستويات العالمية، أن مصر 14.8 والمستويات العالمية 20%، أنا أتمنى أن تكون الضرائب في مصر انها ترفع ل 30%، بس مقابل انك انت حكومه تديني صحه، مستشفيات كويسه، رعايه صحيه كويسه، تديني تعليم مجاني في كل دول العالم، انت بتاخد مني ضرائب تديني خدمه. ما تاخدش ضرائب خلاص سيبني ان انا امول خدمتي بنفسي، لكن الغريب في الحاله المصريه وده يعني حاجه غريبه جدا، تاخد ضرائب الحكومه وفي النهايه ما بتوفرليش خدمه، طب وتاخد ضرائب ليه؟ شكرا لك الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربية الجديد، كما نشكر ضيفنا من القاهرة دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نواصل المسائية مشاهدينا وفيها بعد 500 يوم في المعتقل من دون محاكمة الجزيرة تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن الزميل محمود حسين.